فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. سبحان الله، تعليم السلام من أول الخلق لآدم من بدايته، هذا يدل على أهمية السلام، أهمية السلام وضرورته بين الناس. ولهذا سبحان الله لما تقرأ السنة تجد أحاديث عجيبة في التأكيد على السلام، حتى قال في أفشوا هل أدلكم على شيء، إذا قال لن تدخلوا الجنة، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، قالوا بلى، قال أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام شأنه عظيم جدا، وكان تعليم السلام من البداية، من البداية تعليم السلام. ولهذا تحية المؤمنين السلام عليكم، مع أن كثير من الناس ما يلقى أخاه بهذا، قد قال عليه الصلاة والسلام من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه، لأنه ما بدأ بتحية الإسلام. تحية الإسلام السلام عليكم، السلام عليكم. قال اذهب إلى هؤلاء النفر، فقال اذهب إلى هؤلاء النفر وهم من الملائكة فسلم عليهم فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه رحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فهذه التحية، السلام عليكم أو بزيادة ورحمة الله أو بزيادة وبركاته، أو بزيادة وبركاته. فهذه تحية الإسلام، وهي تحية آدم، وهي تحية الملائكة، وهي أيضا تحية أهل الجنة وتحية الملائكة للداخلين، سلام عليكم طبتم فادخلوها، يتلقونهم بالسلام، يتلقونهم بهذه التحية، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وفي سورة ياسين قال سبحانه وتعالى سلام قولا من رب رحيم.